من جهته توقع معالي السعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن تصل نسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة في الإمارة بحلول العام 2030 إلى 27% متخطية مستهدفها السابق البالغ 25%. لدى هيئة كهرباء مياه دبي خطة واضحة المعالم وخارطة الطريق. طبعا في 2030 بيكون عندنا 25% طاقة نظيفة، وحقيقة نحن أعتقد بنتخطى هذا الرقم، بنوصل ل 27%. معناته نحن طبعا above the curve، يعني معناته نسير بخطوات متسارعة وبنحقق الأهداف المرسومة. طبعا في 2050 بيكون هناك طاقة نظيفة 100% في دبي. هناك نمو كبير حقيقة حدث لأول مرة من 15 سنة، النمو في قطاع الطاقة بلغ 9% كطبعا ارتفاع للبيك أو ساعات الذروة. يعني يمكن هذا لم يحدث من 15 سنة من أيام الأزمة الاقتصادية العالمية، والنمو على المياه كذلك ارتفاع عالي في حدود حوالي 5%. هذا يدل أن هناك نمو في السكان، أتكلم لما السكان أنا أتكلم عن الزوار، وهذا أعتقد ساعد على النمو في قطاع الطاقة.